اي أيوة والله واحد لاعب. ايش هذا؟ بتفجر. واصل قنبلة كانت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحمد وزيدنا رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح نلعب لعبة هانجر فود أو الرجل المعضلة. لعبناها قبل كم يوم، لعبنا الحلقة الأولى، راح أحط لكم إياها هون بالآي أو هون أو تحت بالوصف في الديسكربشن. بدون ما أطول أكثر، لا تنسى اللايك والاشتراك وبس استمتعوا بالفيديو. أوكي إحنا وصلنا لهون، الصوت عالي صح؟ أوكي تمام. فتحنا إحنا الثانية. تمام. اوكي نسيت الكبسة. وحد الله ايش ماله اخوان، نسيت الكبسة دقيقة. بدي افتح الباب، فتح كده. يا ساتر. وات وات، لا بنفجر. اوكي منيح ما متت. في واحد هون. يا ساتر. طيب كمان لف له هذاك من وين. ثلاث عصفورين بحجر. اوكي ابلع. في واحد. سلاح. جيب ابلع انت. اوكي في واحد بلع. كان معاه شقدن، هات الشقدن. كيف باخذ الاسلحه؟ نسيت. اوكي جي اتوقع نرمي. كيف ارمي السلاح؟ اوكي هيك بدي السلاح هذا. بب ببك ابلع. هيد شوت بتين على طول. ابلع هيد شوت. في واحد بعيد. بوصل والله، بوصل اقلنا هوا. ما عندناش طلاق. في فرد كان. وين فرد؟ انا رميته. وين فرد؟ تعال يا وحش منك. ابلع ابلع هيد شوتات بس. دقيقة فيش في طلق هذا. شقدن. فكرت ما ماتش. مات هذا. مش هذا هون. ابلع هيد شوت 200. اوكي. دبل كيل. هيفي شوت جن هذا. هذه كبير. لا ضربت بالغلط. اوكي بضرب. نسيت. ابلع. ابلع. يا اخوان الام رهيب. الام باللعبة سهل. هو سهل ولا احبس السلاح؟ هو سهل ولا مش عارف، انا بعرف العب كيف. اوكي خلاص اتوقع هيك ليفل كلير. اعطوني السلاح. في الفيديو اللي قبل هذا كنت بدي اخلص جيم كامل بس بريستي، دخلته على الساعه ان شاء الله يعني. تاك الفرقص علي. هذاك بيهز براسه زي الكلب، زي الكلب اللي بتحطه بالسياره، كلب التابلو. بدي اقتلك برجلي. زي والله زي الكلب التابلو. اوكي نشوف واحدة غيرها لانه هاي صعب نطلع لهم. كم واحد؟ معيش سلاح، معيش طلق. صعبة هاي. وصلناهم هون لازم نختار. في حدا؟ طيب حدا بس؟ احا قطرت من فوق. اوه تجرب الدبل كيك هاي مظبوط. قطرت من فوق هذا اعطتني اللي ورا. في حدا هنا؟ لا. ارفع ارفع بعد. والله ديم. يا ساتر. والله ديم الحركة. مش حدا معقول؟ والله ما في حدا شكله. اوكي جي جي. بحاول اخلصها برجلي بس. ما نجربها. في حدا؟ وات؟ معاه درع. انت والدرع تبعك بقدر اشيله بقدرش اشيله. في حدا؟ حب الجن.
الكلب بتخبي. بين بالدرع بتيجي. لا ايمك ايمك بيض. فاكر ما تخبي الكلب هذا. طلع. لا. ايمو ايمو بيض هذا بالدرع. مش زي هذلاك. اوكي في هون باب ايش بوصل. واه بالحمام ولا عليه حرام. اوكي يا ساتر والله رهيبة عارف النط. يا ساتر اح والله ما عاشت قد. يا ساتر دقيقة خلنا نهيل. اوكي نشوف هذا. كثير كثير بديش هذا نفوز بدونه. شفتي هذول بدرعموش هذول بضلهم محلهم. شايفين بضلهم محلهم. هاي وين تشتغل. اوكي اوكي نايس. تعرف توصل نفس المكان هاي. اوه تمام. طخش بس دقيقة. هي بديش سلاح. ارمي السلاح برجلي بس طبعا. لا وينه طلع اخر واحد حرام. عاد هاي الدرج عاد كلها برجلي حرام والله. ابلع اح دبل كيك جد هاي. اوكي هون اربعة هذا. الله يكبكم والله بعض الناس. ابلع ابلع رهيب احبك. بمب سباس معاه. لا ايس دقيقة في واحد هون بالحمام بكل صح. يب ابلع. تمام. شايفني هذاك اهدى. ابلع ابلع. والله حرام والله كنت بقدر اسويها برجلي بس. ايش هذا؟ اي والله واحد معك. ايش هذا؟ بتفجر. راسه قنبلة كانت. في غيره؟ طلع 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 راسه انتو. ايش في؟ دقيقة بدي اشوف لو يضربني بيصير اشي عم بفجر حالي فيي ولا كيف؟ تعال. يا حبيبي وينه وينه؟ دقيقة بدي اشكله بال في حد ثاني؟ لا يا ساتر مجزر عمل. تمام اوكي هذا شوف شوف هاي. اوي اوكي انا ايش فيها خلنا هوا. اوكي تمام هاي وراي سامع صوت وراي. انا ارجع لهم هم هذول صح؟ يب هم والله من عارف والله مش هم مش هم. في شيء بقدر ارمي عليهم؟ مستحيل اقدر اقتلهم هذولا.
اوكي ماتوا. بدي ادخل الباب اللي على الشمال. ايه هيا. اوكي احد قتلتهم والله. بس واخذهم كذا تقتلهم بس بضبطش معاهم فرد. اوكي بس شباب هون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك وبس، مع السلامة.